بيحبس اهله ونفسه، اللي بيحبس اهله ونفسه يبقى عامل من ساسه لراسه، يبقى عامل من ساسه لراسه. ظبط ظبط في المحاضر، مش هتسمع مني حاضر، مش هتسمع مني حاضر، مش هتسمع مني حاضر، مش هتسمع مني حاضر. محمد النحاس جاي من البرولوس كفر الشيخ في الساحل الشمالي، جاي عشان خاطر اتضامن مع حسن، لان انا بالنسبه لي حسن علامه، وهو الشخص اللي جاي اتضامن معاه لانه علامه. هو بيقول القضيه بتاعته بتقول ان الاخوان هم همهم حسني مبارك، هم همهم النظام السابق، هو نفس الظلم والتهجير والقضايا، في حين ان النظام الحقيقيين والبلطجيه الحقيقيين بياخدوا براءات او ما بيتقبلش عليهم اصلا. الصور بتاعت البلطجيه بيتم تشيرها على الفيسبوك والداخليه بتعمل لها لايك فقط، ما فيش حد بيقبض عليهم. انا رامي صبري في الشعب الاشتراكي، احنا جايين من القاهره عشان نتضامن مع زميلنا حسن مصطفى. حسن محمود صبري واحد من الناس اللي كانت بتناضل من ايام مبارك من 2008 قبل 2008 ضد نظام مبارك، واحد من الطلبه الثوره اللي اصابوا في مارس 2011 وقت ما كان واقفين شباب بتوع اسكندريه قدام مكتب امن الدوله هنا، كانوا بيحاولوا يمنعوا فرم المستندات وتهريب الورق. حسن اترفعت له قضيه من وكيل النيابه في اسكندريه لانه كان رافض احتجاز الاطفال، وكان واجب حقه في اماكن غير اماكن الاحتجاز بتاعتهم. كل الشباب اللي موجوده في مع حسن مصطفى ضد الظلم والتبييض والنور والثوره المستمره. حسن هيطلع وكل اللي لفقوا له تهم هيبقى مكانهم السجن. انا عايز من اي نظام من اي عداله، وان هو